مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من برنامج بيت العمر كل أحد وثلاثة من 6:30 ل 7:30 على المارينا اف ام ومارينا تي في. حياكم الله. كلمة لازم نبلش فيها، لازم نتكلم عن اللي قاعد يصير في غزة وفلسطين. أدري الكلمة ضايق، أدري ما باليد حيلة، أدري بقلوبنا غصة، أدري ما حب ما صرنا مثل ما كنا قبل أسبوع، لا الأغاني ولا عيالنا ولا الفرح والدنيا رمادية. نسأل الله أن يعدي هالأيام على الخير، بس والله بإيدنا أمور كثيرة نقدر نسويها. اللي ما تبرع خليه تبرع، والله تستشعر هذا التبرع وينعكس على صحتك النفسية. ادعي لهم، ندعو لهم، عيايزنا، كبارنا، مساجدنا، لا تخلونا هالغزة. وانشر اللي تشوفه يا جماعة الخير، انشر. دور السوشيال ميديا اليوم سلاح ذو حدين. انشر، تكلم، قول، عبر. وشيء ثاني يا جماعة الخير، مو غريبة علينا يا أهل الكويت، كلمة حق تنقال مو غريبة. رائعين في تفاعلنا، رائعين في دعم القضية الفلسطينية، رائعين الإعلام الكويتي والمذيعة مريم القبندي ولبس الوشاح، واليوم احنا معاهم في المارينا وتلفزيون الكويت، إعلامنا واحد. مو غريبة موقف الحكومي والشعبي، مو غريبة على هالدولة، مو غريبة بيان وزارة الداخلية، مو غريبة جمعياتنا الخيرية، مو غريبة مجلس الوزراء لما صدر قرار بوقف أي مظاهر الاحتفال، مو غريبة. هذا اللي حفظ بلدنا، لأن احنا ضقنا الاحتلال ونعرفه زين. فدعواتكم في هذه الأيام الأيام ما ننسى، نسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في فلسطين. يا أحرار العالم، يا أهلنا، يا ناس، إن شاء الله يا رب نسمع أخبار طيبة وتعيش الأمة العربية والإسلامية في صفحة خير وصفحة انتصارات وصفحة يملأها العزة والفخر. ودائما أهل فلسطين أهل عزة وفخر، ما ينخاف عليهم إذا احنا مستمرين معاهم. في حلقة جديدة من برنامج بيت العمر اليوم نتكلم، دائما نتكلم وناخذ المستمع في رحلة بناء من مراحل التصميم إلى التنفيذ إلى الإشراف. كل هذه الخطوات إن شاء الله بتسمعونها معنا خطوة بخطوة من الأحد من كل أحد وثلاثة من 6:30 ل 7:30. وأرقامنا طبعا 22 20 90 4. ولا ننسى أن نشكر رعاتنا شركاء نجاح برنامج بيت العمر، مجموعة أسيكو، شركة السلطان، وخلف تجارية بيت العمر. لا تحاتي بيت العمر، إذا استشرت وسألت الناس الصح بتوصل لي برا الأمان. ونقولك عساه منزل مبارك وعساه منزل الهنا. وكثير من الناس تستشير الناس الغلط، وكثير من الناس تلجأ لسوالف الدواوين. يطالعني ضيفنا الكريم المعماري عبد العزيز العنزي، نرحب فيك اليوم. الله يسلمك. حياك الله. الله يحييك. اليوم يوم حزين، ما باليد حيلة، علينا الدعاء مثل ما قلت، الدعاء والنشر. النشر طبعا سلاح. اليوم احنا ودي انا بس في امور مثل ما نقول لا تعصب على المقاول، يرحم والديك. اخذ عملية البنيان خطوة بخطوة، وبنرجع مع عملية البنيان وتفاصيلها بعد الفاصل. فاصل وراجعين. رجعنا لكم مستمعين الكرام، مستمعين ومتابعين المارينا اف ام ومارينا تي في، برنامج بيت العمر. كلنا معاك يا اللي قاعد تبني، كلنا معاك يا اللي قاعد تصمم، كلنا معاك، وان شاء الله توصل لبر الامان. ونقول لك مبروك، عساه منزل مبارك. واليوم احنا سعيدين بضيفنا الكريم المعماري والباحث اخونا عبد العزيز العنزي. حياك الله برنامج بيت العمر. الله يحييك اخوي مصعب، ويعطيكم العافيه على الاستضافه، وان شاء الله اليوم مستمعين كلهم يستفيدون. ان شاء الله ان شاء الله. اكيد مدام معنا اخونا عبد العزيز المصمم المعماري، يسمونه مصمم المعماري ولا معماري؟ مصمم، بس لان المعماري له تفرعات كثيره. نعم. تخصص، يعني تقدر ممكن المعماري يدش بتخطيط المدن، ممكن المعماري يدش بالتصميم البيوت مثلا، ممكن المعماري يدش على سكيل اصغر مثلا، يدش مثلا بتصميم واجهات مثلا. اوكي، متفرع. ايه. اليوم في بيت العمر والناس قاعد تبني، وفي ما شاء الله انا عندي مانشيت ان الكويت تبني، الشباب قاعد يبنون، تسمع البنيان بكل مكان، بالدوام، بالدواوين، بالبيوت، بالزواره، الكل قاعد يبني ما شاء الله ما شاء الله. اللي يبي يبني أول خطوة اللي هو التصميم، شلون أصمم بيتي صح؟
شلون تصمم بيتك صح؟ اول شيء لازم اول شيء كلش بالبدايه نفهم شنو البيت. حلو. لان اليوم احنا البيت قاعد نسوي مكان انام فيه واطلع، انام فيه واطلع. فندق بالضبط. ايه. كل ما له حتى وقتك بالبيت يقل. صح. مع انه صارت كورونا الناس تعرفت على بيوتها، فهمت شنو دور البيت بالحياه. اهميته. بس اي بس صارت فتره الناس شوي استوعبت، بعدين شوي رجعت خطوه ورا مره ثانيه، عرفت؟ فلازم نفهم اول شيء شنو البيت. اول شيء البيت رابع اهم احتياج حق الانسان. اوه زين، شنو اول ثلاث احتياجات؟ الاكل، المشرب، الملبس، والبيت رابع المسكن. صح. المسكن رابع اهم شيء. فالبيت مهم جدا. نعم. ان نراعي شلون نصمم بيوتنا. انزين، المهم ان البيت ما يكون بس خلينا نقول طوف وسقف وخلاص بيت، خلاص هذا صار بيت. يعني هو اوكي شيء زين، بخصوصا اذا شفنا اخواننا بغزه، يعني هذا اقل احتياج ممكن. بس اذا احنا عندنا فرصه ان نحسن من البيت. نعم. ليش ما يعني نبذل الاسباب؟ شلون نحسن البيت الحين؟ الحين هذا ندش عليه واحده واحده. فمثلا احنا نقدر نقول عن البيت وطن. يعني البيت المكان اللي الانسان يحس فيه بالامان، بالراحه، الطمانينه، الاستقرار، بالامان. طيب طيب. زين، بالسكينه بعد على قولتهم. حلو. في ناس ممكن حتى تقول لك ملاذ، ملجا، مكان ما ودي الواحد يطلع منه. نعم. يعني مكان الانسان يستقر فيه نفسيا. طيب. خصوصا بعد ما نقول انه والله واحد داوم مثلا من 9 ل 5 بيرجع البيت يبي يريح، يبي يستانس، عرفت؟ فشلون نصمم بيتنا صح؟ اول شيء لازم نفرق ما بين الاحتياج والرغبات. يعني انا لازم اصمم بيتي تبع احتياجاتي، يعني لان الاحتياج ثابت. يعني مثلا انا احتاج مثلا مكان انام فيه، اوكي هذا ثابت معي طول العمر. بس في اشياء مرات عندي رغبه، مثلا والله عندي مكان ابي امارس فيه هوايه. نعم. بس الهوايه يمكن متغيره، يمكن بعد انا 10 سنين اكتشف هوايه ثانيه. صح. صح. فتصير مو شيء ضروري، عرفت؟ فلازم اول شيء كلش ارتب اولوياتي. انت قاعد اكتب معك. اي اوكي. بيت العمر التصميمي. زين، لازم 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 ترتب اولوياتك. نعم. وانت عشان ترتب اولوياتك لازم تقعد ببيتك، يعني قصدي تقعد مع اهل بيتك، مرتك، عيالك، ترتبون احتياجاتكم. يعني ما يصير انت اليوم بس الابو تقول انا خلاص بسوي شيء معين هذا ببالي، ما تصير حتى زوجتك ولا عيالك. ليش؟ لان انت كابو ممكن راح تكون اغلب وقتك بالدوام، ممكن اغلب وقتك بالديوانيه. فالشخص اللي ادرى بالبيت هي المراه. دخلوا المراه في تصميم بيوت. منشئت من اخونا المعماري، المراه لازم تدخل في تصميم بيت 100%، لان هي ادرى بالبيت. يعني ادرى مثلا بتنظيف البيت، هي ادرى بتوزيع البيت، حتى هي ادرى بعيالها. يعني تشوف مثلا العيال شلون يعني يعيشون بالمساحات مالت البيت داخل. شوف مثلا الولد الفلاني عنده هوايه معينه، ممكن يبي يعني عنده ذوق معين، فاهم؟ فممكن حتى مثلا الابو ما يشوف مثلا اجتماع موسع. ها؟ اجتماع موسع 100%، لان مرات يمكن يكون اجتماعات يعني. اي 100%، ومرات حتى انت يفضل تاخذ عيالك وياك حق المعماري لما تروح تصمم. أيه. وصارت كذا مره، يعني هم يجون وياهم عيالهم. صدق والله. ليش؟ لان ممكن انت كابو ممكن ولدك يقول لك ترى المعماري مصلحه اجتماعي. يعني انت لما ادي المكتب عاد تصير هواش ما بين العملاء، بس انت تحاول يعني تطلع حل بالنص، يرضي هذا ويرضي هذا، مصلحه اجتماعيه يا جماعه. فمرات ممكن ولدك او بنتك تقول لك انا ابي كذي كذي، بس انت يمكن ما تستوعب شو تبي بالضبط. او ممكن احنا كمعماريين نقدر نفسر الكلام الى مساحه او الى شكل، فاهم؟ يعني هذا جزء من مهمه المعماري. طيب. فضروري جدا ان زوجتك تشارك بالبيت. وقبل لا تروحون حق المعماري لازم انتوا اجتماع موسع مثل ما قلت، لان ممكن انا تجيني الابو يقول لي ابي كذي كذي، والبنت والمره تقول لي ابي كذي كذي، واثنيناتهم في تضارب، فاهم؟ يعني شو تسوي كذي اذا مثلا شرق والريال يغرب؟ مثلا انا اعطيك مثال، مثلا يجيك الابو يقول لك انا ابي ديوانيه مقلط، والمره تقول لك ابي حوش داخلي، فناء داخلي، وابي غرفه ضيوف. زين، احنا قاعد نتكلم عن 400 متر، هذا الدور الارضي مستحيل يخلص وياك كل هذا، لازم في تضحيه. فانت هني تقول ما اقدر، يعني بنايه انا مو ساحر، انا عندي محدود ب 400 متر. أيه، فلازم انت وتحلوا مشكلتكم، شنو الشيء اللي بتضحون فيه؟ ومني انا اقدر اصمم، عرفت؟ لان العاده من اللي يضحي يعني؟ والله شوف انا يعني ما راح ادش بالعاده، بس انا يعني لو اسولف عن نفسي يعني المستقبل صار عندي بيت، راح اضحي بالمقلط مثلا. وبعدين غرفه الضيوف مثلا ممكن اسوي غرفه مرنه. ممكن والله اخليها غرفه العاب، والله مثلا صار عندنا ضيوف مثلا ممكن سوفا بد مثلا. عرفت؟ عاده المراه تضحي ولا الرجل يضحي؟
والله أشوف للأمانة الحين آخر سنة ونص قاعد أشوف صراحة الرجل قاعد يضحي. الرجل يضحي. كفو. يعني صراحة كل أمانة. بعدين أنا لاحظ حتى كذا يعني. يضحي الرجال. قلبه كبير. بعدين ألاحظ حتى أغلب العملاء يقول يعني لما يحضر ناس ما تقول أنا ما رح تدخل. المرة اللي تبي أنا علي أدفع بس. عرفت. وبعدين يقول أنا أهم شيء عندي دواني أنا أمسكها. يعني أنا اللي راح أصممها. أي والبيت من داخل الغرف النوم هذه الأمور كلها عند المرأة اللي تبي. زين أنا واقع التصميم كلنا قاعد نروح المناطق الجديدة وكلنا قاعد نشوف كأن الذوق العام كوبي بيست، كل من قاعد يصمم بيته هالصناديق المتشابهة اللي ما فيها أي لمسة جمالية، هل هذا الوضع طبيعي؟ والله شوف إحنا أول شيء كمعماريين تفائلنا بعد كورونا يعني صار الحظر الجزئي والحظر الشامل، الناس قعدت ببيوتها مثل ما قلت لك وبدأوا يفهمون. يعني مثلا أنا بيتنا كان عندنا مقلط، قلبنا نادي بوقت الكورونا وتلاقيوا حتى أبوي قام يتمرن يعني ما شاء الله. فصار في فهم إن شو المساحات الضايعة، صار في فهم إن أنا أحتاج مساحات مرنة ببيتي. يعني ليش أنا أسوي مثلا مساحة تتسكر طول السنة أفتحها مرتين بالسنة؟ يعني هذا يمكن حتى حكي مستهلك معماريين يقولونه بس هذا الصدق. يعني تلاقي مثلا خصوصا حتى مثلا هذه الصالات اصلا المهجوره اغلب التكلفه قاعد قطع عليها. أيه. لان ليش؟ هي مظهر قدام الناس. يعني مثلا انت الحين انا اليوم لما يجون ضيوف اول شيء يشوفون صاله استقبال، صح؟ فلما يقول اوه ما شاء الله صالتك عجيبه، اوه والله متكلف، فاهم؟ فجزء من المظاهر الاصطناعيه حلو والله. وين سويته وين فهذه شو اسمه الناس قاعده حاطه تركيزها، بس مو حاطه تركيزها على شلون احول بيتي الى مثل ما قلت لك مكان سكينه، مكان راحه، مكان ودي اقعد ما اطلع، فاهم؟ فاللي صاير بالشارع اليوم صراحه في فئه كبيره يعني مثل ما قلت صناديق، بس بنفس الوقت عشان ما يعني نسلب الناس حقها في ناس وايد قاعد تصمم عدل. خصوصا بعد في ناس شنو تقول لك الواجهه ممكن تلاقيها شوي يعني ما بقول تلوث بس ما فيها شيء بسيطه عادي بسيطه يعني بالبساطه ممكن تكون جميله مو مقياس، بس قصدي ان يعني ما تستلفها يعني ما فيها لمسه جماليه. قلت لك حركي دي وايد لا تحرك ايدك. زين قلت لك شو اسمه يعني البساطه ممكن تكون جميله بس قصدي ان تكون ممكن مثلا تلاقي والله مبالغ ودي تحط لون بني غامض، فاهم؟ تحط حتى الوان شوي يعني نفسيه ما تريحك، بس ممكن تدش البيت لا والله تلاقي شيء عجيب، تلاقي ممكن تلاقي والله حوش، تلاقي ممكن والله مساحات نور يدش فيها من كل صوب، تلاقي مثلا احواز زر. فيبلش انه يعني الواجهه اللي قاعد يعني اشوفها بالشارع مو مقياس، ولو انه في شريحه كبيره قاعد تسوي كذي، لان مثل ما قلت لك في ناس مو عارفه شنو دور البيت بالحياه. انزين انا بسالك الموضوع موضوع ذوق، وأنا ناطر بيتي صار لي 15-20 سنة، أنا أبي أصبغ بيتي أخضر أو أبي أصبغ بيتي أزرق أو أحمر أو وردي أو بنفسجي، ما في قانون يمنع؟ كيف في بيتي وكيف عندنا موال كبيرة هني. شوف لا أنت مو قلت لي اللون، خلينا واجهت بيتي مو بيتي. أي. أنا خلاص القانون في قانون يمنع؟ ما في قانون يمنع. بس أنا أقول لك أول شيء من مظاهر تطور الدول إن يكون في كود او قوانين معينه حق البيوت او بشكل عام المباني، يعني تكون فيها هويه معينه حق المنطقه. يعني مثل اخواننا بالسعوديه الحين اغلب رؤيتهم ترى معماريه وتخطيط حضري. فمثلا العلا مسوين اليوم مسوين مقدار مديد يعني مد حارس مرمى. زين سوى ممكن مثل خلينا نقول مانويل. ايه زين حطوا فيه كل هي اشتراطات ومنها نفسها تعليم حق الناس اللي بتبني شو الاشياء اللي اقدر اسويها. كتيب خلينا نقول كتيب يحدد لك ويا ممكن والله يكون مثلا فيها الوان معينه مثلا 4-5 الوان هذه تقدر تستخدمها، مثلا مواد معينه مثلا العلا ممكن عندهم سعف نخيل وايد دخل وايد عندهم، فممكن يستخدمون سعف النخيل بالبناء. انا ما اعرف شو الشروط بالضبط بس اذكر الالوان. فممكن يصير في توحيد حقه. الحين مره ثانيه حتى بالرياض مثلا كود وادي حنيفه. لا حتى اعتقد حتى البحرين عندهم كود ولا عمان عندهم كود. عمان الابطال صراحه. يعني قصدي يعني اذا انا بهالدول هذه يعني لما اختار اللون الجا الى الوان المعتمده من بلديه المكان، ان عندك 3-4 الوان ما تطلع منها. شوف احنا الحين هذا الدش عشان انا كل محايد الدش بصوبين،
واحد القوانين موجودة على أساس ترتب، التشريعات موجودة على أساس ترتب الأمور هذه، إذا الإنسان مثلا بيشط بلون بيته القوانين هذه تحده خلاص تمسكها. وبنفس الوقت لازم إحنا ما نخصبهم، ليش لازم يفهمون ليش إحنا قاعد نسوي كذي، ليش إحنا قاعد نسوي كذي. أنا أقول لك، لأن العمارة اليوم، العمارة أول شيء يوحي حق الزائر أو حتى حق الضيف الدولة، مثلا ضيوف الدولة، المباني. لأن أنا لما أجيش الديرة أول شيء راح أشوف الشوارع، الزرع، البيوت، المباني، فاهم؟ فالعمارة جزء من هوية البلد. حلو. إنزين، فأنا لما أجيش مثلا شارع تلاقي أخضر، وردي، بني، رمادي، صار في ما في شيء أقدر أفهمه من هذا، من الواجهات مثلا. يعني هو حداثة ولا هو ماضي ولا هو بالضبط. وبعدين ممكن حتى لا هذا ولا هذا، كل واحد يسوي ستايل بروحه، مو ما حد متقيد. هذا شيء. الشيء الثاني، اليوم انت كصاحب بيت انت ما تقعد تجابل واجهتك. أيه. ولا احد قاعد بسيارتي طالع الله والله بيتي حلو، ما حد يسوي. يعني انا ترى علاقتي بالبيت مقصورة على اني اصفط سيارتي ادش. أيه. اطلع اركب سيارتي. حتى ممكن في ناس اصلا عايشة ببيتها اليوم وأنا متأكد 100% ما يدرون شنو واجهة بيتهم. إيه. يعني يمكن شايف بس تلاقي فيه تفصيلة يمكن مو شايفها، مو مركز عليها. فحق الشارع يعني الفريج أو الشارع أو الحي أو المنطقة، حقها بالواجهة أكبر من حق صاحب البيت. لأن أنت صاحب البيت، أنت هذه حدودك داخل البيت. إيه. بس كواجهة الشارع أولى فيها، لأن أنت قاعد تمثل المنظر العام حق الشارع. أنت يعني تخيل، ممكن 5 بيوت تلاقيها متغيدة بهوية واحدة بس واحد يشط عنهم. أيه. هذا يعني اجتماعيا أو مسؤولية اجتماعية شوي أخل بالمسؤولية. البطة السوداء في المنطقة. أي بعدين ترى هذه لها جذور، يعني ما بدش بالتاريخ بس قبل كان المدينة كانت فيها مساحات عامة، فالناس تحس أنها المدينة جزء منها. نعم. وهي جزء من المدينة. نعم. اليوم أنا الفريج ما لي شغل فيه أغلب الأحيان، حتى تلاقي ممكن ناس قد توسخ على الأرض ما تشيلها. لأن أنا أقول حدود بيتي هذا أنا بس المسؤول عنها، بس هو الحقيقي أنت ترى الفريج أنت لك حق فيه. نعم. يعني ممكن أنت كاليوم عيالك مثلا بيطلعون يلعبون بالشارع، زي وين يروحون؟ ما في لا مساحات عامة، وإذا طلع بالقابي في السيارة تشيله. نعم. ففي لك حق بالفريج إحنا مو فاهمين اليوم. معنا أخونا المعماري اللي بسأله سؤال اليوم. إحنا حددنا، تذكر لما قلنا أنا عندي بيت شارع واحد. أيه. سد ولد. السد أنا فاهم اللد شنو، هذا شيء ثاني. شنو البدائل اللي إذا أنا لهذه الرسالة اللي عنده بشارع واحد؟ أبي في تصميم يعوضني على الحديقة والمساحة اللي برا أو بطن وظهر، عطني شيء يونس لجماعة السد. أوكي. أول شيء الفرق بين السد والسد ولد، السد ولد اللي الجار من كل صوب. أوكي. يعني الجيران من كل صوب ما عدا الشارع الارتداد هذا. بس هو سد. أي لا ترجع سد. هذا سد. خلينا نقول بيت شارع واحد سد. خلاص أوكي. عطني بدائل. أوكي. تصاميم اليوم يستانس. خلنا نعطي تفاؤل تكفى. انزين انا اقول لك، اول شيء يعني المفروض البيت على اساس انه يعني لو تسويه بس هذا ينجح بيتك. أيه. يعني حل واحد بس تسوي ينجح بيتك. يمكن حتى اللي قاعد يسمعوني ويعرفوني يدرون دائما اتكلم عن موضوع الحوش الداخلي. حوش داخلي اللي هو ممكن ناس تسميه حوش عربي. اي انزين، طبعا هذا يدخلنا بمواضيع كثيره. الحين الحوش العربي اول سؤال راح يقول لك اياه، ان انا بيتي مساحته 400 متر، بياكل من مساحتي. اي بياكل من مساحتي. صح. اوكي. واحد، اول شيء ترى مساحته 400 متر يعني مساحه صراحه ممتازه جدا ان الواحد يسوي بيت محترم. انت مع ال 400 متر؟ او انا اشتغل على بيت 400 متر واشتغل 1000 متر استانس ب 400 متر اكثر. اوه. ليش؟ لان لما اشتغل احس بالفه، لان تحس ان المساحات كلها قريبه من بعض، الناس قريبه من بعض. بس 1000 متر غالبا اكبر من احتياج الشخص او اكبر من احتياج العائله. مساحه ضايعه. اي مساحه ضايعه. وانا اشتغلت يعني شفت بيت، يعني البيت كله صالات. يعني يمكن تسولف هني صدى صوتك وصل لنهايه الصوب الثاني، عرفت؟ عطنا سد. انزين جايك. فش اسمه الحوش العربي شنو مميزاته؟ واحد راح يصير اول شيء مثلا بقلب البيت على زاويه بباك يارد فرونت يارد اللي هو يفضل يعني نص البيت، بس ال 400 متر ما راح تقدر لان الارض ضيق، فتودي على طرف. أيه. هذا شنو فائدته؟ واحد، مكان يدخل لك نور طبيعي، والنور الطبيعي طبعا صحيا ونفسيا لاثار ايجابيه كثيره، يخلي الاكتئاب، يزيد التفاؤل، حتى يعطي مثلا فيتامين د مثلا. لا انت قصدك ان منطقه مو مكيفه.
مو مكيفه، مفتوحه للسماء. مفتوحه للسماء. مربع، مربع دائري اللي هو. اوكي. زين، مفتوح للسماء تشوف السماء. زين. اثنين، اجتماعيا هي تفيدك بان مكان صار في تجمع حق عيالك. زين، مكان تجمعون فيه حتى عيالك يلعبون فيه، يحتكون بالطبيعه. كم مساحه خلينا نقول مثلا، خلينا نعرف تقريبا الحوش؟ اي الحوش اللي انت تقترحه. يعني انا بشوف مثالي يمكن 5×8. اي بس هذا شنو انت يعني لازم تقيسها من جميع النواحي. يعني ممكن انت الحين عشان تسوي حوش لازم تضحي مساحات. فممكن يعني في ناس شنو تطلب ان صاله استقبال هي نفسها صاله المعيشه. يعني تصير صاله استقبال نفسها دبل يوز. اوكي انا هذه الايده وايد. اي فانا بدال لا اسرف المساحات. طبعا انا ترى لما اقول لك 400 متر يعني مو، لان في الحين المعماريين دائما يتهمونهم ان انتم بس تنظرون. يعني او اوهام، فاهم؟ فالحين نشوف السعوديه مثلا، انا راح اسولف كل السعوديه لان عندهم نهضه عمرانيه حلوه. عندهم 375 متر بيوتهم اغلبها التطوير العقاري. اقل منه. اقل منه. وفيهم احواش، وفيهم صاله استقبال، فيهم صاله معيشه، فيهم ديوانيه، وفيهم غرف حق عيال كافيه. فاحنا كويتيين عندنا احنا اسراف المساحات. أي. عندنا وايد اسراف المساحات. البحرين تدري بيوت يمكن 200 متر 250 متر. أي. هم كذلك وزاره الاسكان نموذجهم عندهم في حوز داخلي. يمكن يعني نرجع الاشكال لضغط نفسي ان ناس عايشين بشقه صار لها 15 20 سنه، يبي يعوض ببيت العمر، يبي يكبر، يبي اولاد اجنحه، يبي ويبي ويبي ويبي، ها ما يدري شنو يبي، يدري شنو يبي. هذا كنا قاعد ينتقم. اي صراحه للملم يعني هذا هم سلاح ذو حدين. اللي يسوي كذي صدق ما يدري شنو يبي، بس في نفس الوقت ممكن والله انت تفهم ان انت والله مو محتاج مساحات وايد. يعني ممكن انا افكر شقتي كانت مثلا مساحتها مثلا 50 متر 60 متر ولو انها اكبر، قول 100 متر. نعم. لقيت انها كفتني والله، يعني ما احتاج ليش اخربط بمساحات، فاهم؟ نعم. فممكن انا اشوفها من منظور ايجابي، بس منظور سلبي انه والله في حتى منظور سلبي ثاني يقول لك والله انا كنت عايش ببيت ابوي. اي كنت عايش ببيت ابوي. طيب. بالطريقه الفلانيه وكان في صرف مساحات، قام قلد نفس بيت ابوه بالضبط. هذا ما يدري شنو يبي، يعني ما قاس شنو الاخطاء اللي صارت ببيت ابوه، عرفت؟ تكفى، لازم تعرف شنو اللي تبي. نرجع لكم بيت العمر بعد الفاصل. وبدنا نتجوز على عيد. رجعنا لكم مستمعينا على مرينا اف ام ومرينا تي في، حياكم الله ببرنامج بيت العمر. وللتواصل بالعكس نستانس من خبراتكم وافكاركم على 22 20 90 4 22 20 90 4. ونرجع لحوارنا مع اخونا عبد العزيز العنزي المعماري اللي قاعد يقترح المساحه الحوش الداخلي، وانا عندي اعتراض على هالفكره. احنا قاعد نتكلم عن البيت اللي هو السد، الحوش الداخلي في وجهة نظر مغايرة اللي قاعد تقوله. الحوش الداخلي في درجة حرارة 50، حوش داخلي في شتاء ما يتجاوز 3 أشهر، أنا أشوفها مساحة ضايعة وفكرة غير واقعية وغير ناجحة في الكويت. تفضل. أنت للأسف مو متابع الحساب كان عرفت كل إجاباتك. أنا أقول لك أول شيء إحنا خلنا نقلب السؤال. أنت قلت الشتاء 3 شهور. الصيف احنا 3/4 السنة صيف. لا بس احنا اوكي جونا حار 4 شهور ماكسيمم يمكن الصبح. انا ما اسولف على الصبح، الصبح اغلب الناس بالدوام، بس العصاري المغرب بالليل الجو زين. يعني لا ننكر ان الجو زين. يعني الحين ترى الحين الناس الحين غير، الحين شهر 10 تروح زين شهر 6 7 8 9 هذه 4 شهور. اي حتى بالليل ما يغشم الجو حر. شو الناس كلها قاعد تمشي الحين بحديقه الشهيد. المهم قول حر. انزين انزين ترى انا شوي تحسس من هذا السؤال. اي انا ابي الحماس. انزين اول شيء تقدر في حلول معالجات احنا نسميها حق الحوش. اول شيء تقدر تظلل عليه باماكن معينه، يعني تدرس اتجاهات الشمس. احنا من ساعه سالتني شلون اصمم عدل، لازم تدرس اتجاهات الشمس على اساس حتى واجهتك تدرس الزجاج، كميه الزجاج وين تحطها، واجهه شرقيه غربيه شماليه كلها يفرق هذا. نعم. انزين فتدرس وين الشمس وتظلل المكان المضرب الشمس المباشر. فالشمس راح تدخل بس يعني اشعه الشمس راح تدخل، بس ما راح تدخل بالاشعه الحارقه على قولتهم، راح تدخل بالاشعه الشوي الطف. واحد. اثنين النافوره، ترى الماي هذا لما يتبخر يبرد المكان. وعلى فكره في درسنا بالايام الجامعه الصوت الماي لما يسمع الانسان نفسيا يتبادر له انه هو مكان ابرد. اوكي هذا تاثير نفسي.
زين وحتى مو بس نفسي هو بيئي، يعني الماي لما يتبخر برد المكان. بس ليش لما اسمع صوت الماي سايق لما يغسل السيارات بالهوز انقذ؟ ما في علاج نفسي. السايق نفسه قافك. زين الزرع المسطحات الخضراء لازم لها دور حتى بتغلي درجه الحراره، ومرات حتى لما تكون كبيره الشمس تطقها من فوق صح، فتحظل تلاقي الانسان تحت الابرد من درجه الحراره فوق، فاهم؟ فهذه شويه معالجات راح تحل المشكله. بعد واحده من الحلول ما يصير او افضل ما تسكر، لا تسكر. في ناس تقول والله بسكر بالزجاج. انت اذا سكرت بالزجاج سويته فرن. وبعدين في له تكنيك يعني. يعني الافضل تخليه مبطل، لان لما يبطل هو فيزيائيا الهواء الحار دائما يصعد، الهواء البارد ينزل، فلما الهواء يدور يصير حار يصعد، فوين لما يصعد لازم في مهرب. طيب خلي الغرف تطل عليه، خلي الغرف حواليه يعني. اي لازم على اساس يصير فيه فيوز على حق ال. انزين ركز معي في مقوله للمعماري يقول لك دور المعمار الشاطر يخلق فرص تواصل انساني. ركز مركز. شنو تقصد انه يخلق فرص؟ شنو تقصد بالتواصل الانساني؟ خلينا نحكس على البيت الحين. اوكي اول شيء التواصل الانساني الحياه الاجتماعيه. يعني انا اقول لك في ناس والله جزء من الحديث انت قلت لي في ناس سكنت بشقه وانت بتوسع على عيالها الحين. أيه الحين انت اليوم لما توسع على ولدك تحط له كل احتياجه بغرفته، مكتب تلفزيون، مكتب دراسه ممكن احتياج ضروري، بس توسع له الغرفه بحيث ان كل شيء فيها وما يبي يطلع منها، فما صار في حياه اجتماعيه، صار الولد معزول، فممكن انت بس تصادفه متى وهو طالع من البيت وداش من البيت. هذا خطأ تصميمي؟ خطأ تصميمي هذا 100%. انت التصميم له دور كبير بالحياه الاجتماعيه. طيب زين وبضرب لك شويه انت تماسك الاسره. اي كلها يعني لما قلت لي مرشد اجتماعي. ايوه بالضبط، هذيك مصلح بس هذه هم مرشد. زين لان طريقه حتى محاول الحركه مثلا تخلي والله الشخص لما يدش يمر بصاله المعيشه مثلا على اساس يصادف امه وابوه، ممكن والله يمر بغرفه امه وابوه، ممكن الباب مثلا شيء يسلم على فاهم. فممكن والله في ناس تحط مثلا غرفه الام والابو، مثلا مرات الام والابو يطلبون جناح بالسطح مثلا. هنا ممكن ما تحتك بعيال، ما يصير في تواصل. فانا بضرب لك مثال واحده من كان عندنا مره واحد ساكن شقه وطلع شقه ثانيه اكبر، عنده ثلاث بنات، واحده شوي اكبر وثنتين صغار قراب بالعمر، فثلاثتهم كانوا بغرفه واحده بالشقه القديمه. طلع بالشقه الجديده البنت الكبيره صارت بروح والبنتين صاروا مع بعض. ايش قال؟ شو تقول لبنتي الكبيره؟ تقول له يبا صدقني انا ارتحت الحين وصار عندي شوي خصوصيه وكبتي يكفيني وهالامور، تعرف بعد البنات يحتاجون كبتات اكبر. بس تقول بشتكت حق خواتي، يقول قبل احنا بغرفه واحده دائما ننام بوقت واحد، دائما نسهر مع بعض، دائما نسولف، تلاقي ممكن حتى الكبيره هي تعطيهم ممكن والله نصايح، ممكن تعلمهم فاهم. يعني انا حتى من مثال من شخصي ايام احنا صغار كانت الوالده شو مسويه؟ غرفه فيها كل مكاتب الدراسه، فمن كان يدرسني اذا عندي سؤال؟ اختي الكبيره، يعني والله عندي سؤال شيء هي تعلمني، فهذا حتى شوي يصير في الفه ما بين الاخ والاخت فاهم. يعني الحين اللي قاعد يجيك يعني مثلا انا أنا مرات أخطط حق شيء خطأ، إن أبي عيالي جناح بروحهم، أبي صالتهم بروحهم، أبي مدخلهم بروحهم، هذا كارثة على تماسك الأسرة. 100%. بعدين أنت كذي أعطيته كل احتياجه، ما يمكن بيطلع بس ياكل يرجع، وإذا طالب مطعم بعد ما يحتاج يطلع. فإحنا الناس يعني عنده يعني عارفه الامور هذه وانعكاسها على تماسك الاسره. والله شوف الحمد لله في حركات يعني توعويه بالانستغرام للامانه. بعدين لاحظ دائما الام، عشان كذا انا حتى قلت اشرك الام بالتصميم، هي اللي تكون اوعى من هذه الناحيه، لان تلاقيهم مطلعه مثلا على الانستغرام، مطلعه على الحسابات، شوي قاريه، شوي مثقفه، فالام شويه فاهمه هذه الابعاد. الابو يعني طبيعه الحياه طبيعي، الابو اغلب الوقت هو يشتغل، اغلب الوقت برا، فالام مركزه على هالجانب اكثر. يعني مرات يكون بيت العمر حلم العمر يفرق الاسره. بالضبط. تصميم الخطا. تصميم الخطا والتصميم المعماري لا يستهان فيه، التصميم المعماري هو اللي يرفع جوده الحياه سواء اجتماعيا ولا صحيا ولا نفسيا، وهو اللي يهبد بالجودة الحياة هذه. نعم. عرفت؟ شنو تقصد بالتصاميم المرنة اللي تقدر تغيرها مع يعني إذا كبروا عيالك؟ شنو تقصد بالموضوع المرن؟ زين. ما فيها مرونة لتستجيب لتحولات الإنسان، شنو تقصد؟ زين أنا أقصد فيها شنو مثلا؟ مثل ما قلت لك مثلا صارت الاستقبال تصير مثلا صارت معيشة.
إنزين ممكن والله في ناس تقولك طبيعي طاس استقبال دائما شوي تكون أفخم والمعيشة شوي عملية أكثر مريحة أكثر. ماكو مشكلة أنت تقدر توصل حق تصميم بالنص يعني أنت تطلعها يعني طريقة حلوة مرتبة وتحافظ عليها وبنفس الوقت هي استقبال. في ناس تقولك والله الاستقبال ما في تلفزيون المعيشة في تلفزيون ممكن تحط بارتيشن سكر على التلفزيون يفتح عادي ما فيها مشكلة. فالمساحة لما تكون خصوصا بال 400 متر المساحات الصغيرة طبعا الحين ناس ممكن تمسك عليه تقول 400 متر صغيره ما اشوفها صغيره بس ممتازه مانشيت من اخونا عبد العزيز العنزي 400 متر الحمد لله يعني الواحد يقول مساحه كافيه لتصميم بيت 100% يعني. بدا انا منشرت مره بحسابي ان 400 متر الناس تحلطم ان ما تكفيني ايه. وايد ناس عندي انا من العراق بحرين المغرب العربي انصدموا قالوا احنا بيوتنا 200 و150 و300 والحمد لله عندنا احواش وعايشين انتوا شلون 400 متر شويه الحمد لله الحمد لله اسلوب الحياه هو المشكله. المهم ايش كان السؤال؟ المرونة في التصميم. فهذه مثلا الصالات الصالات تكون مرنة إن لي أكثر من نحتاج أي مثلا غرفة في ناس تطلب غرفة ضيوف ما أنا مطلع شوي بعيدة مثلا ما أسمح لك ما أسمح لك دير بالك مطلع قريبة مو قريبة خلاص لا تزعل بس في ناس يقربون لهم مثلا ناس من السعودية مثلا فيطلبون غرفة ضيوف ممكن هذه غرفة الضيوف تصير مرنة مثلا غرفة ألعاب وإذا ياك الضيف خلاص طيب. الضيف يعيش فيها ممكن والله مثلا الحين في ناس تقول لك بسوي شقق حق عيالي زين فأنت ممكن تسوي الحين عيالك ممكن صغار أو مو متزوجين فتسوي مثلا دورين والدور الثالث تأسس له بس ما تبني حتى تريح نفسك شوي بالتكلفة صح 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 هذا شيء ضروري ليش؟ لأن أنت اليوم ذوقك غير عن ذوق عيالك في شخص راح يضاف المعادلة في زوجة باكر ممكن زوجة ذوقها مختلف تماما عن العائلة كلها زوجة الولد أي بس ممكن مختلفة عن الذوق الأبو وذوق الولد لازم أكيد لها دور هي اللي عايشة بالبيت يعني بالنهاية أقول تأخذ بيتها وتحمد ربها وتشكرها وتأثث وهي ساكتة حياكم الله في برنامج بيت العمر كلنا معاك اللي قاعد تبني كلنا معاك وربي يسهل لك في هذه المرحلة لين توصل لبر الأمان. نذكركم بأرقام تليفونات البرنامج المشاركة 22-20-94 22-20-94. سؤالنا الذهبي اليوم لضيفنا المعماري عبد العزيز العنزي، أبني باحتياجي اليوم ولا أبني وأخطط لأولادي في المستقبل؟ لي ولا لأولادي؟ السؤال القنبلة شوف مثل ما قلت لك مساء يعني على حسب أول شيء طبعا أكيد على حسب عمر عيالك يعني ممكن عيالك والله لازم يتزوجون حالا فلما تزوج يعني حالا بسن الزواج الحين بسن الزواج أكيد تسوي لهم شقق مرة واحدة ابني مرة واحدة لا مرة واحدة لا ليش مثلا ممكن والله عيالك بعد 10 سنين مثلا يتزوجون ولا عيالك صغار اول شيء واحد اليوم راح تحط ديون على افاك يعني ما لها نهايه على ظهرك ما لها نهايه اثنين بنفس الوقت انت ممكن حتى في ناس تقول والله اجرها اليوم وباكر اسكن عيالي فيها انت اليوم لما تقط عليها فلوس لما تبنيها وتأجر على الناس ممكن الفلوس اللي قطيتها على البنيان اكثر من المدخول اللي راح تدخله يعني هذا من ناحيه بزنس يعني عرفت بس خلينا نكون واقعيين علي قرض والقرض يقص الظهر شو اسوي ما عندي الا هالحل انك تسوي لهم ان ابي مدخول ابي مدخول لمده 5-6 سنوات بس انت الفكره شنو ان انت بنيت الشقق قطيت فلوس زياده يعني بدال لا تسوي دورين سويت 3 ادوار مثلا فالفلوس اللي قطيتها هذه زياده على شقتين ممكن كنت تمسكها تسوي بيتك بطريقه مثلا افضل ولا شيء بعدين باكر لما الولد يكبر تبني له. ليش انا اقول كذي؟ لان اول شيء لما تحط متجر بكي عفس لك البيت عفاس واحد اثنين شيء ثاني انت يعني اوكي انت قضيت عمرك كله تجمع فلوس حق البيت ولما بنيت البيت حطيت واحد يضايقك يعني مدخل زياده لازم هو منفصل بنفس الوقت والله ممكن تصير مثلا البيت يحتاج صيانه زياده لانه هو مال عمك ما يهمك مثلا اكيد صرف الماي والكهرباء صرف الماي والكهرباء صرف البيت نفسه صرف سيارته هناك هني البيت يصغر ترى هني لما الحين مثلا قلت لك 400 متر مناسبه لما تحط كل هذه الاشياء احتياجات الزايده البيت بيبلش يصغر يبلش يكتظ فاهم ما صار بيت العمر ما صار الراحه يعني والسكينه اللي جوهريه البيت مكان للسكن والسكينه مو مكان لتجمع المال عيدها ممكن مانشيت خلينا نقول مانشيت تكفى مانشيت بأخونا المعماري عبد العزيز العنزي البيت مكان للسكينة والراحة مو مكان لجمع المال بالضبط تبي تسمع روح افتح لك بزنس بس ما في الا هذا الحين لا بس بعدين شنو منافسين مالتك يعني انت يعني بالمطلع يمكن كم شقة موجودة كلها بتتعبى يعني ممكن باكر حتى هذه ما تنسكر
لا لا في عرض وطلب في في ناس موجود. شو اللي خلى مناطقنا اليوم او مراحل بناء البيت الكويتي مثلا قبل انا بيت ابوي ارضي اول انتم بيتكم ارضي اول طول عمرنا ارضي اول شو اللي دخل الدور الثالث الثاني صح الثاني الارضي والاول الثاني شو اللي دخل اليوم صار بيوم وليله كل بيوتنا دور ثاني والعوائل الصغيره افهم اذا عائله كبيره ممتده مثلا ايا كان مع عوائل صغيره دور ثاني ايش تبي شوف اول شيء ممكن المساحات صغرت واحد بس احنا 400 كافي على قولتك اي على بس يعني ذيك الفتره 1000 متر مثلا او لا لا 500 400 50 متر مو فرق شاسع يعني بس قول 1000 متر مثلا ذيك الفترات مثلا قبل الغزو مثلا بالبيوت التقليديه قبل في بيوت فيها حواش يعني في حوش بتلاقي حوش الحريم حوش الجراج السياره قبل جراج السياره في ممكن حتى حوش كان مثلا بيت البدر بالديره في حوش اسمه حوش الغنم يعني يحطون فيه الغنم في حوش ابيض واسود انت قصدك بيوت الطين يعني رديت وايد اي لا بس انا اقول لك ان قبل الارضي والاول كانت المساحه شوي كبيره وحتى اسلوب الحياه ما كان يعني في اسراف نفس اليوم في اسراف في مساحات شديد يعني المساحات والبناء المضاعف تقصد المساحات شنو تقصد بالمساحات؟ المساحات مثلا والله انا ولدي ممكن يكفي 4x3 مثلا بس انا اسوي له يمكن 5x5 عامل الامتار 25 متر مربع فبلش اضيع مساحات مثلا الصاله والله استقبال تكفي والله انا ما عندي معازيم بس اذا يوني يمكن 10 اشخاص بس انا اسوي يمكن حق 30 شخص فاهم؟ فتبلش تضيع مساحات شايده مثلا والله انا مو اجتماعي ما عندي احد يجي الديوانيه بس تلاقي مسوي ديوانيه صاله افراح فاهم؟ ففي اسراف انت تسال اللي جايك ان انت اجتماعي ولا مجتمع في انت عندك ديوانيه بيت حتى سالت كم شخص انت متوقع انك تقعد بالديوانيه اي لازم زين يقول والله انا اجتماعي انا اجتماعي وعندي خمس ربعي عددهم خمسه زين اسوي لك خمس كراسي ما تبي كراسي زياده عرفت ان في اسراف في المساحات اسلوب الحياه تغير وترى مو بس بالعماره يعني انت اسلوب الحياه كله صار في بذخ في اسراء يعني هو نهايه منظومه كامله تغيرت فاهم؟ فهذه واحده الشيء الثاني الدورين ترى في وايد ناس ترى ما قاعد تبني ثلاث دوال للامانه عشان ما نظلم اي للامانه وايد ناس انا يوني المكتب وايد ناس ارضي اول ومصمم ثاني بس يقول ما راح ابني الحين عرفت متى والله ما احتجت متى هذا او تدري ايش يسوي؟ يسوي مثلا بنتها عندهم مثلا ربعهم يزورونهم فيسوي لها درج معزول يوديها فوق على السطح في مثلا ديوانيه ومثلا روف توب وزرع وحركات وشي عرفت؟ فتسوي هذه المساحه والله اليوم حق بناتي يستانسون فيها بس ولدي يتزوج اكملها ابنيها عرفت؟ في هذه جزء من المساحه اليوم منتشره اليوم في ناس قاعد تبني عليه والله انا قلت لك حتى مساحه قلت للصناديق قلت لك صراحه في ناس في عندها وعي حلو عشان ما نظلمهم يعني زين والله احنا هذا اللي حابين نوصله يعني بصراحه بالمعنى. حتى اللي اشوفهم اللي عندهم وعي حلو اكثر من اللي شوي سيئين عرفت؟ يعني الاغلب اليوم يعني هذه الرساله اللي حابين نوصلها للناس ابني على قدك ابني حسب امكانياتك لا تبالغ في البنيان لان اليوم اغلى وقت اعلى وقت اعلى نسب فوايد يعني الغلط فيها كارثي يرد عليك دبل يرد عليها خليك مقتنع خليك مقتنع انا هذا الموضوع يعني يمكن يحتاج مقتنع اللي يمك باني دور ارض عليه بألف عافيه ظروفك غير عن ظروفه عدد اسرتك غير عن ظروفه خليك مقتنع باللي قاعد تبنيه شوف هني اذا دشينا بقصه التكلفه هني دش دور التصميم المعماري يعني انت اليوم لما وللاسف ان هذا الوعي يعني للحين مو منتشر عدل يروح لك واحد شنو يصمم ممكن عند واحد ما يفهم تصميم او صمم له بيتين ثلاث وقال لك يلا انا مصمم لي فهذا لما ما يدرس التصميم عدل باكر لما يبني يصير حلول ترقيعيه حلول ترقيعيه مو خوش حلول اثنين ممكن تكلفه زياده انا اليوم لما اكسر طوفه تكلفني يعني انا بنيته وكسرته يكلفني مبلغ بس لما اعدل على التصميم اشخبط على ورق ولا شيء هذا مو تكلفه عرفت فهو اكثر مرحله المفروض يدرسها عدل ويحللها عدل ويطلع قلب المصمم هذه اللي قبل لا تبلش تبني بيتك اي عاده ايش كثر ياخذ وقت التصميم يعني شوف انا صراحه قلت لا تستعيل ايش كثر لا ما انا المفروض ما يستعيل بس في نوعين في ناس والله تخلص لك باسبوع بس هذه غالبا تلاقي احنا نسميها مندرج يكون مخطط جاهز مكرر اي فممكن والله انت عندك طلب بس مختلف عدلك بوحده عشان كذي لما قلت لي انا اشوف البيوت كلها متشابهه في وايد ناس تروح مكاتب هذه هو الذوق العام سائد ذوقنا واحد
والله اليوم صراحه في ناس يعني طيب الخاطر، العام لبسنا مثل اكلنا بيوتنا تي باكج كامل. اي في بس في ناس المطلعه عندها ذوق حلو. فشنو قلنا، التصميم المعماري لازم يتحلل عدل. غالبا انا صراحه لما اشتغل على شهرين اقعد على شهرين، لان دائما حتى اقول يعني انت الفكره على اساس تنزل عليك مو والله تنام تقعد تلاقي فكره، في بروسس لازم تشتغل عليها. يعني اليوم تطلع لي فكره بعدين شوي شوي القحها اعدلها، فاهم؟ يعني في خطوات ديزاين ثينكينج خلينا نقول. اوكي عرفت؟ يعني فمو بيوم وليله يطلع الحل. ابني لي واحسب حساب عيالي، ابني لي احسب حساب عيالك للامانه. يعني احنا بنايه قصدك كشقق انا اي بس عاد هنا مثل ما قلنا اذا عمر زواج ولا عمر والله صغار. اي يعني بالنهايه يعني انا شايف الوالد والوالده يعني يبون عيالهم يمهم. أيه. وبعدين احنا نشجع يعني العماره جزء منها الحياه الاجتماعيه، فاحنا نشجع على الحياه الاجتماعيه. بس اذا تبني وتحط مؤجر انا ضد. ضد بس عيالي صغار. عيالك صغار لا تبني، انت مثل ما قلت لك انا، لان باكر انت ممكن هذه البنيه اصلا تهدمها. او في ناس يقول لك ما شطبه، بس ما اعتقد انه يوصل تيار. لا لا ما يوصلون تيار كهربائي. ما يوصل تيار كهربائي الحين، يعني ما يعطون دفعاتك كامله. الا لما تشطب بيتك كامل. اي بس شو الفائده انا اسوي اسود وهده؟ انا ما ابي الحين، لا مو اهده، ان اخليه واسكره مثلا وما احتاج الحين ولا بس أجل. بس مره ثانيه راح ادش، قلت لك انا الولد باكر يقول مثلا يتزوج بعد 15 سنه مثلا، الذوق مختلف. الترند اليوم غير عن الترند باكر. ايه. حتى مواد البناء يمكن باكر تصير ارخص. ممكن والله تطلع مواد مثلا جديده ضد تطلع وايد ضد التلوث مثلا عرفت؟ ففي السوق متغير، السوق المعماري دائما متطور. فحرام انا ابني وهده ولا احط مؤجر يسكن فيه والله وباكر يمكن. والله يعني تصدق اني استغربت واستانست ان اليوم التوعيه زادت، اليوم الناس واعيه لموضوع المبالغه، الناس قاعد تبني على ذوقها، موضوع الشقق قاعد يقل على كلامك صح. بس انا ما انا شوف انا يعني انا بالنهايه اقيس على اللي يجيني المكتب، فاهم؟ يعني اللي يجوني الحمد لله ما حد يطلب شقق، واذا طلب شقق حق عياله. بس اللي بالعاده مطلع انت تشوفها ما شاء الله في ناس يمكن حتى 8 4 ادوار يعني مو مقصره. حتى خيطان مثلا صح فهي بالنهايه ما تقدر تحكم كذي وكذي، لا يعني على حسب العائله. يعني اللي يبي يبني، ليش دائما معصب وشايل الدنيا على راسه؟ ولا تكلمونه، لا حد يحاكي وياي وقرب عليه الضغط والسكر. ليش اخونا عبد العزيز العنزي؟ والله اذا ذاك اليوم سمعت بعد بعيد الشر، سمعت مقوله ان اللي يخلص من يانا يموت. مو فرحه، هو مو حلم وقاعد يتحقق، مو بروسس حلو قاعد تشوف التشطيب، قاعد تشوف العمال، هي فرحه بالنهايه. شوف انا اقول لك، هو هم انا افهم هم ليش، لان سوق المقاولات والبنيان هذا بشكل عام بشكل افتراضي الشخص يفترض ان كله نصب. نعم عرفت؟ فانت طبيعي انت دائما تفكر ان هذا الشخص راح ينصب عليك وتكون شاد. انا عندي رساله، صار في حدث قبل اسبوع، مواطن صور احدى الفيلا اللي يمه ومعترض ان الفيلا مخالفه لايا كان، ما ادري شو المنطقه ولا همني، بس انا اقول رسول وصى على سابع جار. ايا كان اذا ما اذاك او ما كان ملاصق، انت من حقك تشتكي في الجهات المعنيه، تروح للبلديه وتشتكي. اما انك تصور وتشهر وسببت ربكة وسببت حساسية أو كهرباء للمنطقة والفريج، أنا هذه الرسالة، إحنا ما تربينا كذي، ولا هي عاداتنا ولا هي تقاليدنا. حبينا نشكرك ضيفنا الكريم. إذا عندك كلمة أخيرة للمعماري عبد العزيز العنزي، كلمة. ابنوا على قدكم، استغلوا مرحلة التصميم المعماري عدل. أيه. لا تستهينوا مرحلة التصميم المعماري، وعطوا فرصة حق المعماريين، لأن أنا واحد حلو 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 يطلعون إبداعاتهم، اسمعوا منهم، أسمع منهم المختصين. مشكور ونورتنا اليوم، عطوهم فرصة وخلوهم يبدعون في بيت العمر. شكرا ونشوفكم يوم الثلاثاء.